ايه يا عمي، وينه طموحك؟ ليش عم تشرشحي حالك يا حرام؟ طلعي بحالك، حلوة وذكية، مو ناقصك شي لتقبي لفوق تعيشي عندي ببيروت وصيري أهم صحفية. بالله، عن شو بدي اكتب؟ اكتبي عن التجميل، عن الموضة، عن الدايت، عن المجتمع، هيك تكسبي مصاري أكتر. بفهم من كلامك إنه خلص ما عاد ترجعي لهون عالشام؟ قال يا رايح كتر ملايح، مو أريح لك ضل بعيدة؟